وشك النهائي ديال هما نقولوا كريشلات كريسات ولكن بشكل ديال الوريضه كيف ما شفتوا كيجيو محمرين وكيجيو رطبين. نتمنى كم تجربوهم، انا غنحلي لكم وحده قدامكم. بالنسبه لهادو ديال الشوكولا وهادو اللي درت فيهم الجبن، انا علمتهم باش يبانوا. نحل لكم وحده قدامكم تشوفوها. ودائما كنقول لكم مرحبا بكم في قناه يوميات فاتي، ما تنساوش ابوني لايك ودعموا لاشير باش دائما يوصلكم الجديد. كانوا هادو هما شهيوت اليوم صراحه، هادو انا درتهم لكم غوتي للوليدات هكذا في العشيه ملي يجيو من ليكول اولا في الصح يبغيو يفطروا بهم، راه كيجيو رطبين وزوينين. نتمنىكم تجربوهم. دابا انا غنحل لكم وحده تشوفهم كي كيجيو رطبين من الداخل. انا غنحل لكم هذه ديال الشوكولا، عاد نحل لكم ديال الجبن، راه تيجيو رطبين كيف ما شفتوا من الداخل. هذا ديال الشوكولا والمذاق صراحه راهم زوينين. نوريكم وحده ديال الجبن، نتمنىكم تجربوهم. هادو ديال الجبن انا علمتهم شويه الزنجلان باش من حتى هما راهم تيجيو زوينين وكتكون لاباط من الداخل رطبه. المهم كيف ما شفتوا هادو هما الكريسات اليوم والشكل ديالهم كيبغي غير شويه الخاطر. نتمنىكم تجربوهم والصحه والراحه. السلام عليكم، مرحبا بكم اليوم ان شاء الله في قناه يوميات فاتي. اليوم ان شاء الله غادي نوجدوا واحد فحال كريسات، يا اما هما انا دابا غادي نديرهم حلوين وقدر الواحد يديرهم مالحين. صراحه طريقه التحضير ديالهم سهله والمكونات تقريبا موجوده في كل بيت كيف ما شفتوا معانا، راه كيجيو زوينين هكا غوتي للوليدات ودغيا تيوجدوا. خليكم معنا حتى ندوزو المقادير. هنا عندي 4 د المعالق كبار ديال السنيده، كيجيو هاد الكريسات على شكل ورده، 4 د المعالق كبار ديال السنيده. هنا عندي 100 غرام ديال الزبده، الزبده واخده درجه حراره المطبخ. هنا عندي 100 غرام، وهنا عندي كاسه العنبه، دائما كاسه العنبه الزيت ما عامرش بزاف، تقريبا كتخلي واحد الصبع ما تعمريش. هنا بيضه، البيضه اللي غنحتاجها كلها، وهنا كاسة الحليب، وهنا عندي الخل واحد المعلقه كبيره ديال الخل، وجوج فرماجات مثلثين بحال هكذا، وقبيصه الملح. هنا عندي 650 غرام ديال الفورس، 650 غرام ديال الفورس. وهنا عندي جوج خمارات، وهنا عندي الزا فاني وحده. طريقه التحضير راها سهله بزاف، والمكونات حتى هما في المتناول الجميع، وصراحه راهم دغيا تيتصوبوا ما تيخمروا ما والو، تيجي الشكل ديالهم زوين بزاف. اول حاجه كنحتاج انا غادي نعجنهم غير بيدي، وبالنسبه للناس اللي عندهم العجانه بغاو يخدموها يخدموها. انا غادي نعجن معكم غير بيديا. غنحتاج لهاد المهم الاناء اللي غادي نخلطوا فيه. اول حاجه غادي نديرو الكاس الحليب، بسم الله. غادي ندير معاه كاس الزيت، كاس الحليب، كاس الزيت، هاد المعلقه ديال الخل كبيره. غادي ندير بيضه، غادي نحاول نخلطها هنا بوحديتها، الصفر والابيض، عاد نديرها مع العجينه، نحاول نخلطها باش ما تبقاش ليا هكذا كزينه، ونضربها بوحديتها مزيان. وغادي نديرها حتى هي في هذا الخليط البيضه. غادي ندير هاد 4 د المعالق كبار ديال السنيده، السنيده حسب الذوق، اللي بغي ينقص الحلاوه يدير 3 اولا 2، انا درت 4 د المعالق كبار كيف ما قلت لكم على حسب الذوق. غندير هاد فاني وحيده، وغادي نحاول نخلط هاد العناصر.
غادي ندير هاد القبيصه ديال الملح، قبصه ديال الملح، وغادي ندير هاد جوج فرماجات، غندير هاد جوج الفرماجات، هاد جوج فرماجات غادي نديرهم، وغادي ندير هاد الزبده 100 غرام ديال الزبده، الزبده ديال البواطه اولا ديال العبار. انا هنا درت غير ديك لابريري راه معروفه. غادي نحاول هادشي نخلطو انا عيب يدي، وبالنسبه للناس اللي عندهم العجانه يخلطوها، انا ما بغيتش نخدم العجانه باش تكون الطريقه سهله وفي متناول الجميع. غادي نخلط هادشي هكذا بيدي، غادي نخلط هكذا كيف ما قلت لكم، عيب هذا. واللي بغى يخلط بيديه البنات يخلط، اللي بغى يستعمل العجانه يستعمل. غنحاول انا غادي نبقى نخلط حتى يذوب ليا هادشي. نحطوه في الفورس، دابا غادي نبداو نديرو في الفورس. كيف ما شفتي انا خلطته هنايا، اللي بغى يخلط حتى بيدي يخلط. كيف ما قلت لكم 600 غرام حتى 650، بطبيعه الحال ما غاديش نديرو كله. غنحاول ندير هاد الفورس دقه دقه، وانا كنخلط حتى كتجمع ليا النوعيه على حسب نوعيه الفورس. انا قلت من 600 حتى 650، تقدر عيس 600 تجبعها لك على حسب البيضه كتكون كبيره ولا صغيره، كاس الحليب على حسب. انا 600 غرام كتجمع، وتقدر حتى 650. هنا غادي ندير هاد الخمارات جوج، كيف ما شفتوا معانا هذا هو الشكل ديال العجينه، كيجي على هذا الشكل، ما كتحتاج لا دلك لا والو. صافي انا جمعتها هكذا بيدي. غادي نحاول دابا نديرها كويرات، ومن بعد نوريكم الطريقه التاليه. كيف ما شفتوا معانا انا حاولت كلهم درتهم بحال هكا قطيعات على هذا الشكل، وغطيتهم فيلم اليمونتير وخليتهم واحد 5 دقائق على ما ترخفوا. ودابا غادي ندوزو، غادي نحتاج واحد شويه ديال الفورس هنا، غنحاول نطلقهم ضروري من شويه ديال الفورس البيض. غادي نحتاج لهاد المدلك، وغادي نقطع نحاول نطلقهم هكا. ركزوا معايا لان الطريقه شويه خص الدقه، وسهله هي راهم ساهلين، ولكن خص الواحد يركز معايا مزيان. غادي نطلقهم بحال هكذا، كما شفتوا معايا العجينه راها رطبه. ضروري ما ندهن هكذا بالفورس، غنديروا بحال هكا على شكل بيضه اولا مدورين. باش ما تلصقش لينا، ضروري من الفورس باش ما تلصقش ليكم. صافي بعد ما ولات على هذا الشكل، غادي نحتاج الفرشات وغنديرها هكذا في الفورس، وغنجي لهاد الجنيبات هادو وغنحاول نورك عليهم. نعاود ندير في الفورس ونورك بالفورشيط، كيف ما قلت لكم تقدروا ديروهم حلوين اولا مالحين. الا كنتو غديروهم مالحين، غادي نجيب دابا واحد الموس، غادي نحاول نقطع، نحسب 4، 1 2 3 4 ونقطع.
ربعه ونقطع، يعني على حد الفورشيط، العبار ديال الفورشيط ونقطع. وغادي نجي هكذا وغنجمعهم بحال هكذا، راهم صراحه زوينين ودغيا كيوجدوا عي شويه الخدمه هكذا، ولكن راه دغيا كيطلعوا لينا في يدينا. نحاول نقطع يا اما بالقطاعه ديال البيتزا يا اما موس هكذا كيف ما شفتوا على شكل وريضه، وضروري من الفورس. دابا غادي نجي هنا غادي نقلب العجينه، غادي نجيب انا على حساب البنات اللي بغات تعمر، اللي بغات دير الشوكولات اولا دير الجبن. انا دابا غادي نعمر بالشوكولا اللي متوفر عندها اي شوكولات، ماشي ضروري يكون هاد النوتيلا، ماشي ضروري تكون. غادي ندير انا هكذا شويه، غادي نحط هنا كيف ما قلت لكم اي شوكولا عندنا. اللي بغات دير هاد النوتيلا للوليدات بحال هكذا، اولا دير هاد الشوكولا العادي حتى هو رخيص، هذا حتى هو رخيص، حتى هذا رخيص وزوين، هذا كنظن داير شي 10 دراهم. واللي بغات دير نوتيلا ديرها. انا غادي نعمر بالشوكولات وغادي نعمر حتى بالجبن. صافي غادي نحاول نديرها هكذا شويه، غير شويه هكذا كنقلبوا، ضروري ما كنقلبوا العجينه. وغادي نلوي هكذا كيف ما شفتوا، راه كتكون العجينه رطبه. غنبقى نلوي لوي بحال هكذا، انا لويتها كلها. وغادي نجي ندور هذه هنا، بغيت الشكل يكون واضح، راهم كيجيو زوينين وضروري تجربوهم. المنظر راه كيجي فن. كنحل هنا شويه كيف ما شفتوا معايا، نحل هاد البلايصه اللي ما في كندير عمرها في الشوكولاته بزاف، وغنحاول نخشيها هنا ونبركلها بحال هكا بصبيعاتي. نوريكم دابا الشكل ديالها كيف ما شفتوا معانا، هذا هو الشكل النهائي ديالها، كتجي بحال الوريضه. ومازال غادي نعاود ندير لكم واحده اخرى باش تكون. هنا غادي نجيب واحد البلاطه وغادي نحاول نحطهم فيها هكذا، انا غادي نعاود ندير لكم واحده اخرى باش تكون الشكل ديالها واضح. ضروري البنات ما تكثروا الفورس باش ما تلصقش لكم، لان العجينه رطبه بزاف، عرفتوا معجونه بالفرماج وبالزبده، يعني ضروري دهنوا الطبله لبلاصه الخدمه دهنوها باش ما كيف ما شفتوا انا راه جلخت كل شيء باش من نحاول ندير من الاخر باش ما يكونش عندي هذا المشكل ديال تلصق ليا. غنعاودكم الطريقه الاخرى، غادي ندير هكذا بالفورشيط. ضروري ما تعمروا الفورشيط بالفورس عاد تشكلوها. بالنسبه كيف ما قلت لكم، اللي بغى يديرهم مالحين يديرهم، اللي بغاهم حلوين حتى مالحين يجوا زويونين. انا هكا درتهم مالح الحلوين للوليدات، كنحسبوا 1 2 3 4 1 2 3 4 وكنقطع 1 2 3 4 وكنقطع على حساب السنينات ديال الفورشيط. غادي نجي هنا وغادي نجمعهم هكا بصباعي على شكل وريضه، وضروري ما كديروا الفورش، شوفوا الدنيا كلها مجلخه باش ما تلصقش ليا في طاوله العمل. هنا غادي نشدهم من هنا وغادي نقلبها،
دابا غادي نحاول ندير انا هاد الجبن، غادي ندير الوسط ديالهم هاد الجبلي. كيف ما قلت لكم بغيتو جبلي بغيتو الشوكولا، انا بغيت نبدل النكهه، غادي ندير هنا جبلي، اللي ما بغاتش الجبلي دير غير الشوكولا حتى هو مزيان. غنحاول حتى هو نحطو بحال هكذا بحال الشوكولا. معنا هنا انا درت هاد الجبن جبلي، كيف ما قلت لكم دائما كنقول لكم الحشوه راه على حساب، بغيتي ديري الجبن ديري حتى طيبي هكا دجاج ولا كفته ولا اي حاجه مالحه ولا صافي. غادي نحاول ندورهم هكذا، وكان ملي كندورها كنجيبها هكذا، وغادي نحاول هادي غنديرها هنا، نديرها هنا باش تجي الوريضه زوينه على هاد الطريقه. صافي وغادي نحاول نضغطها من هنا من الجوانب باش تجي زوينه. هادو ديال الجبن غادي نجيب واحد اللاطه، يا اما ندهنها يا اما ندير بابي كويسه، وغادي نحاول ديال الجبن غنديرهم هنا، وديال الشوكولا نديرهم هنايا. خليكم معايا حتى نكمل باش ندهنهم بصفر بيضه، وديك الساعه نوريكم طريقه التزيين. هنا عندنا انا خلطت بيضه ودرت معها شويه ديال نسكافي، هنا خلطت بيضه كيف ما قلت لكم، انا خلطت بيضه وشويه ديال نسكافي، غادي نحاول ندهنهم هكذا بشويه هنا والجوانب هكذا. وغادي نحاول نعقل باش اللي دهن اللي درت فيهم الشوكولات ندير فوقهم الشوكولات، واللي درت فيهم باش نعزلهم الجبن بحال دابا هادو درت فيهم الجبن. بحال هادو درت فيهم الجبن، غنجيب شويه ديال شويه الزنجلان هكنا غنعلب بهم اللي فيهم الجبن واللي فيهم باش نعلمهم. دابا غادي ندهن هادو اللي فيهم الشوكولات، هادو هما اللي فيهم الشوكولات، درت نص الجبن ونص الشوكولا. نجيب هاد الشوكولاط، هاد الشوكولاط هذا غنحاول غير نزوق باش نعقل، اللي فيه الشوكولا باين واللي فيه الجبن راه باين، اللي فيه الجبن درت فيه نبرك عليه بحال هكا بصبعي باش ما يخرجوش، وما كيحترقش. هاد الشوكولاط هذا ديال الكوكيز انا كنشري هاد لابواط كله بخمسة دراهم، بقاو معايا حتى نكمل الشكل النهائي ونوريكم. هذا هو الشكل النهائي بعد ما كملت لهم التزيين. كيف ما قلت لكم هادو ديال الجبن درت فيهم شويه الزنجلان باش نعلمهم، وهادو ديال الشوكولات، هادو ديال الشوكولا درت فيهم هاد الشوكولا بيب صغيورات جات زويونين. خليكم معايا حتى نطيبهم ونوريكم النتيجه النهائيه.